بيختلط الأمر عند بعض الناس يا مولانا أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك. فكثير من الناس بيتصوروا أنه بإمكانهم يستفتوا قلوبهم وبالتالي ليسوا بحاجة للاستماع للعلماء. على الجانب الآخر هناك من يردد مقولة مفادها أنه ارميها على عالم واطلع سالم، أو إلقي أو استند إلى رأي أي عالم أيا كان وبالتالي تخرج سالمة من أي مشكلة. كيف نفرق بين المقولتين؟ أين يقف المجدد على وجه التحديد بين الجانبين؟ الحديث الشريف يعني هو في معرض ما تطمئن إليه من أعمال الخير والشر. إنما الحديث لا يعني استفتي قلبك، يعني لو أن هناك عمل يعني ناس يشجعوك عليه أو أنك أنت متردد فيه فاستفتي قلبك، لأنها هنا ضمير يحجزك زي الاستخارة، زي الاستخارة أو زي الكوابح دائما، وده ضمير موجود عند في الإنسان ولد به، هنا يعمل الشر تلاقيه يعني يشده ويحذره أو كأنه هناك نداء خفي أن هذا لا تفعل هذا، والخير نفس الشيء افعل هذا. فالحديث وارد في هذا المعنى وليس واردا في فوضى الفتاوى. احنا طب ده انا لو انا كل واحد بقى مسلم يروح يقول لك والله طيب انا يعني انا عايز اصلي بلاش الصلاه، وحدث هذا بلاش الصلاه بالمعنى الاسلامي واروح اتوضا واصلي واركع، لا انا اقعد كده يعني وادعو الله واعبد الله واكتفي. وناس كثيرون المسألة يعني مش عارف كيف يفهم هذا الحديث، هذا الفهم الفوضوي ده فوضى. لو احنا استندنا الى هذا الفهم للحديث لا تسلم لنا قضية واحدة، لا في اقتصاد ولا في سياسة ولا، وحنبقى بقى قاعدين ونشوف الله انت قلبك ايه. طيب ولو فرضوا ان الاثنين ده قلبه أفتاه بفعل الشيء وده قلبه أفتاه بعدم الشيء، اي القلبين احنا هنستفتيهم بقى؟ لا ده كلام فهم خطأ وتقحم على 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 يعني مجال لا يفهم، يعني الذي يقول ذلك حقيقة ده رجل لا يفهم معنى الحديث، وإذا كان يفهم معنى الحديث هو رجل مضلل بكل المقاييس كمان. أما يعني مش عارف علقها في رقبة عالم واطلع سالم ماشي، بس هذا العالم بس بيكون عالم لا يكون رجل محرج ولا يكون رجل مثلا عالم مغرض، لازم يكون عالم تعرف أنه بعض الناس غير قادر على التفرقة. نعم طبعا ما قادر على هذه من البلاء الذي عم الآن. لكن والله يا أخي الناس يعرفون يعني حتى لو لبس 100 إمامة على رأسه يعرفون أنه مهرج ويعرفون أن هذا عالم حتى لو كان رجل لابس ثياب ممزقة. يعني ممكن يعني نقول ابحث عن العالم. والآن يعني المسألة مش عايزة، احنا مشتهيين لهذه الدرجة، عندنا مجامع فقهية وعندنا مشكلة في هذه المجامع الفقهية وفي مجمع البحوث، عشان ما يقولوش اننا بنتكلم على المسايب المجمع بتاع، كلنا مقصرون وكلنا خايفين من التجديد، عشان انا يعني اقولها بصراحة كلنا خايفين من التجديد، اللي خايف من الأتباع واللي خايف من الناس واللي خايف من يعني مسألة الورع عنده زايدة إلى أكبر حد، فيقول لك خلي الأمور كده عشان أنا متحملهاش أمام الله يوم القيامة. في يعني مثبطات كثيرة بالنسبة يجب أن نضرب عرض الحائط بكل هذا ونبحث وننزل ونشوف واقع الناس، وأن الشريعة جاءت لإسعاد الناس ولا بد أن نقدم الشريعة التي تسعد الناس في ضوابط ما جاء به النص الصريح والنص القاطع، وفي ضوابط المصلحة المصالح العليا أو المقاصد العليا للشريعة، وفي مصلحة الضوابط الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة. وهذا هو الذي أتاحه له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي صنعه علماؤنا. يا سيد الفاضل الجميع يقول أن النصوص الشريعة يعني محصورة محدودة، قل ما حط لها 2000 نص، لكن الحادثات المتغيرة ملايين الملايين كل شهر، فكيف تتعامل بألف نص مع الملايين؟ لابد من تجديد هذه النصوص.